أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات، مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي تقصي العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم الآن آخر توقعات وتحديثات الحالة الجوية خلال الفترة القادمة. ارتفاعات متتالية متوقعة على الحارة خلال الأيام القادمة. هذا الارتفاع نتيجته أو سببه كتلة هوائية حارة تندفع وجافة تندفع نحو المملكة وسائر بلاد الشام. متوقع أن ترتقي هذه الكتلة الحارة في مسمها إلى موجة حارة، وذلك خلال الأيام القادمة. تعريف الموجة الحارة هو ارتفاع متتالي في درجات حارة لفترة تزيد على 72 ساعة بمقدار يفوق 5 درجات مئوية عن المعدلات العامة المفترضة في مثل هذا الوقت من العام. تبلغ ذروة هذه الموجة الحارة يوم الجمعة، حيث تلامس درجات حارة حاجز 40 درجة مئوية في العاصمة عمان والمدن الأردنية، وتتجاوز حاجز 45 درجة مئوية في مناطق الأغوار والبحر الميت لليوم الثاني على التوالي عقب يوم الخميس. توقعات بامتداد هذه الأجواء الحارة نحو الأسبوع القادم، لكن مع انخفاض في درجات حارة مقارنة بيومي الخميس والجمعة، لكن مع بقاء الأجواء حارة بشكل عام. واللافت في الأسبوع القادم هو تدفق كميات من الرطوبة في طبقات الجو المتوسطة والعالية، وذلك من شأنه أن يعمل على ظهور كميات من السحب الركامية والمتوسطة والعالية، وبالتالي احتمالية لهطول زخات محلية متفرقة من الأمطار بالتزامن مع هذه الأجواء الحارة. الحديث هنا عن الأسبوع القادم. نعود معكم الآن لاستعراض الحالة الجوية المتوقعة مع ساعة مساء هذا اليوم. 27 درجة مئوية هي درجة الحارة المتوقعة مع فترة الإفطار وأجواء مناسبة للإفطار في الخارج برفقة العائلة والأصدقاء. مع ساعات الليل المتأخرة انخفاض إضافي على الحارة، درجات حارة بحدود 22 درجة مئوية مع بدء ظهور تشكيلات من السحب المتوسطة والعالية، ولا تزال الأجواء مناسبة للسحور بالخارج برفقة العائلة والأصدقاء. وكما نلاحظ من خلال درجات حارة هنا ارتفاعات متتالية في درجات الحارة اعتبارا من هذه الأيام وحتى يوم الجمعة القادم، حيث تبلغ الموجة الحارة ذروتها تقريبا 37 درجة مئوية. هي الحارة متوقعة في مرتفعات العاصمة تلامس 40 درجة مئوية في أجزاء متفرقة في العاصمة عمان، في الأحياء الشرقية الأحياء الجنوبية من العاصمة، كذلك الحال عدة مدن أردنية أخرى، في حين كما تحدثنا تتجاوز حاجز 45 درجة مئوية يومي الخميس والجمعة في مناطق الأغوار والبحر الميت وربما أيضا خليج العقبة، وتحذيرات جدية من التعرض المباشر والطويل في تحت أشعة الشمس المباشرة، وذلك خلال فترة الذروة الممتدة ما بين الساعة 10 صباحا وحتى 5 عصرا. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.